سلام سلام، وش راكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بيان وتكونوا بخير وتكونوا مهنيين. اليوم جبت لكم مافينز اوتون مالحين، ترو بون، ملاح الكوتي، ملاح بور لي زانفون ولا بور اكومباني اون سوب، ولا غير تجيكم هكذا ان بيتي كرو، رائعين. مكوناتهم ماشي بزاف، خدمتهم ساهله، يطيبوا دقيقه وبنتهم رائعه. اروحوا تشوفوا معايا لا فيديو، ديروا لي جيم اذا عجبتكم واشتراك في القناه تاعي، وانا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله ديما في ساعه الخير. يلا بسم الله نبداو. هنايا واش عندي؟ عندي 3 حبات ولاد الدجاج، 3 بيض، ندير لهم قطره نتاع الملح باسكو راح ندير لهم لو طون، ندير لهم شويه فلفل الكحل. فوالا درت لهم شويه فلفل الكحل، الملح درت شويه بر باسكو راح ندير لهم الفرماج، ندير لهم الزيتون، الطون مالح، دونك ما تكثروش الملح. نزيد لهم هنايا 300 غرام نتاع الطون تونا، دونك 300 غرام يجيو على ببري دو بتيت بواط تاع الطون. نزيدو لهم هنايا 120 غرام نتاع زيتون خضر ومقطع هكذا رقيوق. واش نزيدو لهم؟ نزيدو لهم تانيك 120 غرام فخوماج غابي، نيمبورت كيل فخوماج غابي، لي مونتال ولا موتزاريلا، فريمون كيما تحبو، ولا تشيدار، لو فخوماج اللي حبيتو هكذا فخوماج. دوكا كنجيب من غير فخير. دوكا نزيد لهم الزيت. الوغ اذا درتو لو طون على الويل، يعني التونه بالزيت، انا ندير لها 70 غرام، 70 غرام نتاع الزيت. انا درت زيت زيتون. واذا درتو لو طون هذاك نتاع الماء ولا تاع طوماطيش، لو طون طومات، ديروا حتى 100 غرام، 100 غرام نتاع الزيت. زيد لها هنايا 100 غرام نتاع فرينه، وزوج مغارف نتاع لوفور شيميك، زوج مغارف تاع قهوه لوفور شيميك. زيد ندخل هذيك الفرينه على لوفور، هكذا دخلت بيان هذيك الفارين، نحكم هكذا من غير فار ونحط. نسيي ما نعمرهمش حتى الفوق كامل، ما ننساوش بلي عندنا لا لوفور راح ندفخو. انا وقيلا هادي عمرتها بزاف، بصح نحبها كي تجيني بومبي هكذا، حتى نكمل كامل لا كونتيتي اللي عندي. انا يا شعلت الفوق تاعي، عندي واحد 10 دقائق ملي شعلته على 180 درجه. نديرهم يطيبوا، كي نشوفهم هكذاك تنفخوا بيان وكتسبوا هذاك اللون الشباب الدوغي، الله الله، ونشفوا كامل من الداخل، نخرجهم ان شاء الله. هامليك المافينز تاعنا طابو، شوفوا تشوف الله الله، وخفاف فوفوار كيفاش خفاف. ومع هاد الخفه نتاع لي مافينز نكونوا كملنا الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تعجبكم. حنايا فريمون اون سي ريغالي. قولوا لي اذا عجبتكم في التعليقات تاعكم، راني نقرا كامل التعليقات. يعطيكم الصحه اللي كنتوا معايا، ونتلاقاو ديما ديما في ساعه الخير.